كانت مهمتك؟ عم نوصل الليل بالنهار دكتورة، والمجهود يلي عم ينبذل كبير كثير. وسط إجراءات احترازية يعود في أولى عروضه العمل المسرحي مجنون يحكي وعائل يسمع كتحية للفنان الحلبي الراحل محمد زين على خشبة نقابة الفنانين في حلب بعد توقف لشهور نتيجة اجتياح فيروس كورونا للعالم. العمل هو محقق جماهيرية سابقاً ونعرض بظروف كانت حلوة، توقف شوي بسبب الوضع الصحي كورونا، فحبينا نرجع نعيده بسبب طلب الجمهور لإله بسبب النجاح اللي حققه بالمرة الأولى. عمل فكرة جديدة، هو بيحكي شوي عن السفر عن الزمن، يعني بطريقة هيك شوي حلوة وكوميدية ومهضومة للعالم. هي فكرة علمية نوعا ما، يعني انه كيف فيك انت تسافر على الزمن بهذا المكان، كيف ترجع للماضي وكيف تروح تشوف المستقبل. إقامة عرض مسرحي بهذا التوقيت وبهي الظروف هو بحد ذاته إنجاز، بغض النظر إذا كان عرض جديد أو إعادة. طبعا هو حقق السنة الماضية جماهيرية كبيرة بعروض عدد لا بأس فيه، كان كومبلي الحمد لله، بس الظروف هلا حاليا اختلفت، عم نحاول نرجع نخلي الناس تتعود على فكرة حضور المسرح وارتياده بنفس الوقت. عمل يحاكي بقالب كوميدي واقع نعيشه بشكل يومي، لا سيما تفاصيل الحرب الإرهابية على سوريا، بشكل إبداعي ورؤية لمجريات أحداث متعددة تتفق في النهاية على قضايا عدة من البقاء والوقوف لتحدي كل الظروف. المسرح هو عم بيرسم ابتسامة كان على وجوه الناس وبيعمل لهم مثل عرض مسلي، في فكرة، في ابتسامة بنهاية يومهم بعد ضغوطات الحياة. عمل مجنون يحكي وعائل يسمع من عيده بحلة جديدة بشكل مطور بشكل أحلى، نتمنى من الجمهور أنه يحضر حتى يكون معنا أول بأول، وإن شاء الله مستمرين بهذا العمل وبأعمال قادمة. نحن عم نعيد تقديم هذا العمل بناء عند رغبة الجمهور نزولا يعني عند رغبتهم وبناء على طلبهم وعلى حبهم للعمل، لانه عمل تقدم بطريقه كثير حلوه بس ما اخذ حقه صح كمان، فهلا عم نعيده ان شاء الله بحله جديده وبطريقه جديده. بشكر اعضاء الفرقه المسرحيه اللي هدوا هذا العمل لروح بابا الفنان محمد زين، وبتمنى يضلوا مباشرين وتضل الحركه المسرحيه مستمره. العمل المسرحي يعود اليوم ليقدم تحيه للفنان الحلبي الراحل محمد زين بعد إصابته بفيروس كورونا، تخليداً لمسيرته الكبيرة الفنية وتحية لروحه.